On va danser, on va chanter, oui c'est la vie. إن الجزائر في في أحوالها عجيب أو عجبة. أولاً أهلاً وسهلاً جميعاً، اسمي لويس ميغيل بوينو وأنا الناطق الرسمي في الاتحاد الأوروبي باللغة العربية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. لويس ميغيل، كتبت في مواقع التواصل الاجتماعي تاعك سأسافر غدا إلى الجزائر، صراحة أتطلع إلى معرفة مزيد عن هذا البلد وتاريخه وثقافته وتقاليده الجميلة، راني جاي نزوركم. واليوم في جو بلوس رانا حين نشوفوا إذا تعرف الجزائر مليح ولا لا. رانا رايحين نقدموا لك تصور عندها علاقة مع الجزائر ونشوفوا إذا تعرف بلدنا مليح ولا لا. تمام، أوكي، جاهز. شكرا. أوكي، هذه الصورة بعرفها، هي عبارة عن الجزائر الخريطة. أكبر دولة في أفريقيا، أكبر دولة في الوطن العربي، مساحتها ضخمة حقيقة، يعني تحدثون عن 2,300,000 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى ذلك يعني عدد سكانها تقريبا 43 مليون نسمة. فيها تنوع جميل من على مستوى المناخ، في عندك صحراء طبعا، ولكن عندك مرتفعات أو مناطق مرتفعة اللي فيها الثلوج، يعني في بعض الأوقات الغابات والشاطئ البحر الأبيض المتوسط. فمنطقة أو دولة اللي فيها تنوع جميل من الناحية الطبيعية والبيولوجية، بالإضافة إلى ذلك طبعا تقاليد وعادات، لكن أعتقد أن هناك أسئلة حول هذا الموضوع كمان في الصور المختلفة. رانا الحين صعبوا لك المهمة شوية مع الصورة الثانية. طيب، الأكل الجزائري. طيب، أنا أعتقد أنه هذا كسكس جزائري. هذا الطبق أعتقد أنه الشيخوخة أو الشيخشوخة. شيخوخة، شيخوخة، ولكن هي مش عارف عدس ولا زبيطي. مرة تانية، زبيطي عبارة عن العدس ويعني خضار. زبيطي أكلة شعبية جزائرية معروفة في ولاية مسيلة والجلفة. تمام، ما كنت عارف. دوكان نروحوا للموسيقى. تمام، الفن والموسيقى معروف جدا. شيخ خالد أنا رميتي معروفة. هاي سيدة لا أعرف. إذن عندك الشاب خالد، الشاب حسني وشيخ رميتي، لكن هادو تلت فنانين يغنوا نوع موسيقي نلقاوه في غرب الجزائر اللي هو الراي. أيوة، ومعروف في ولايات كما وهران، سيدي بالعباس، عين تيموشنت وغيليزان، وتم تسجيله كتراث فني ثقافي غير مادي في ديسمبر 2022 على يونسكو. قائمة يونسكو. حلو. والفنانة الرابعة هي فضيلة زيريا اللي تغني الأندلسي والحوزي والعروبي، وهذه الأنواع الموسيقية تتشابه. وفيما يخص الموسيقى الأندلسية نلقاوها في شمال إفريقيا، وهنا في الجزائر تتكون من ثلاث مدارس: الغرناطي في تلمسان، الصنعة في الجزائر العاصمة، والمالوف في قسنطينة. اوكي، عايشة. وتعرف فنانين ولا أغاني جزائرية؟ صراحة يعني آخر مرة سمعت أغنية من شيخ خالد عن بيروت بعد الانفجار اللي صار في بيروت، كان يعني كان يتغنى عن الانفجار وطبعيات الانفجار. وطبعا هناك أغنية تانية سمعتها أكثر من مرة وأصبحت من الأغنيات المفضلة لي، اللي هي سيلافي، معروفة بكل العالم، يعني طبعا الكل عارف هذه. On va danser, on va chanter, oui c'est la vie. وبعدين في مقطع باللغة الجزائرية اللي ما مش فاهم أنا، بس إن شاء الله يوم سأفهم الأغنية، يعني أغنية جميلة جدا. يلا نواصل. كرة القدم، محرز طبعا معروف، محرز معروف بالمنتخب ليفير. بعدين بن بيلا عن رئيس الجمهورية، ليس كذلك يعني. وكان على بالك بلي أحمد بن بيلا لعب في أولمبيك مارسيليا؟ والله في سنة 1939 كان لاعب كرة القدم. نعم، وهذا قبل ما يولي أول رئيس للجزائر. مثير للاهتمام. أنا ما كنت أعرف. وهذا اللاعب مشهور نسيت اسمه. الأخضر باللومي. باللومي، صحيح باللومي. كان مشهور في الثمانيات. صحيح. هل هو اللي لعب مرة و حذف
بهاي هذاك اللاعب رابح ماجر. رابح ماجر كان يلعب في نادي اف سي بورتو البرتغالي. ايه في البرتغال سجل هدف بهاي الطريقه. نعم سنة 1987 في نهائي دوري ابطال اوروبا وين سجل هدف بالطالونات. بالطالونات سجل بالطالونات هاي صار يعني صوره مقطع فيديو مشهوره صحيح. هاي هذا لاعبة جزائرية شفتها من قبل لكن اسمها غريب. بوتشكي ديتشكي بيتشاك. بيتشاك ايوه بيتشاك. بيتشاك هي لعبة جزائرية كانت معروفة في الخمسينيات يصنعوها بغرفة هوائية. قواعد اللعبة هي انك تحاول جونغلي بالبيتشاك تاعك لاطول مدة ممكنة بلا ما يطيح لك كيما الجونغلاش في كرة القدم. اوكي. والبيتشاك ايضا نلقاوها في بعض المدن الاوروبية. اوكي. طيب هذه الصورة طبعا معروفة يعني هذا ستاديوم نيلسون مانديلا الجديد في الجزائر. هذه الصورة لافتتاح الشان البطولة الافريقية اللي الان يعني افتتحت في العاصمة الجزائرية وانا على فكرة ساكون في هذا المباراة. وش رايك في افتتاح شان 2022 وملعب نيلسون مانديلا؟ ايوه نعم انا كنت اتابع افتتاح هاي المناسبه. طبعا مناسبه يعني زي ما شفنا في قطر يعني مناسبه تاريخيه خلينا نقول. هذه المره القاره الافريقيه وهذه المناسبه تذكرني بان الجزائر هي دوله حقيقه يعني هناك انفتاح كبير باتجاه افريقيا كقاره القاره الافريقيه يعني لها علاقات متينه مع كل الدول في افريقيا. فهذه المناسبة الرياضية مهمة أعتقد للجزائريين كجمهور يعني ومش بس للجزائريين بالقارة الأفريقية عموما يعني أعتقد إنه يعني جيد جدا إنه بتكون هذه المناسبة في الجزائر. أنا شاهدت فيلم وثائقي اسمه لجاري في دو سيال واللي كان من إخراج يان أرتيس بيرتون. فوالا إكزاكتومون. عندما شاهدت هذا الفيلم لاحظت لأي درجة هذه الدولة فيها تنوع على سيد الطبيعي يعني شيء حلو جدا وغير معروف للأسف عند الأوروبيين على الأقل. لأنه أنا كنت محسوس لمشاهدة هذا الفيلم لكن انظر هنا عندكم كل شيء في الجزائر. عندكم الصحراء عندكم الشاطئ عندكم الجبل أو الثلج عندكم الغابات فكل شيء موجود في الجزائر اصلا. حتى اذا اعتقد انه يعني هناك لدى حولها في اوروبا الشعور بان الجزائر دوله صحراويه وهذا صحيح نوعا ما يعني لكن في نفس الوقت عندك بقيه الاشياء او الطبيعه موجوده كمان. عرفت هذه الشخصيه أمير عبد القادر طبعا. نحن اليوم كنا في ساحه أمير عبد القادر شخصية مهمة جدا ليس فقط في الجزائر يعني صحيح انه رمز للدولة الجزائرية الحديثة ولكن عندما ذهب الى سوريا اصبح نوعا ما يعني مفكر كبير جدا في المنطقة ككل وحتى فيلسوف كاتب شاعر مفكر انتلكشوال اللي كان يدافع عن التفاهم بين المسيحيين والمسلمين اللي كان يدافع عن يعني تنويع الثقافات ويعني حوار بين الثقافات والحضارات فصار من يعني هو رمز كبير جدا للدولة الجزائرية لكن أنا باقتضاء بتقديري المثير للاهتمام في هذه القصة اللي هو كان أول مجاهد وصار أيضا مفكر يعني في نفس الوقت في نفس الحياة شيء مذهل. طبعا أنا عارف قد يقول البعض انها برتقال لا غلط هي كليمنتين ليس كذا يعني كليمنتين شيك. انا عارف انه طبعا اسباني وعارف جيدا من الاندلس انا فاصلا في حديقتي في بيتي عندي هذا الشجره صحيح وناكل منها كل شتاء الفيتامين سي يعني كليمنتين. البكشي طولها في الجزائر هلا الكليمنتين لا مندارين 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 اوكي. هل كان على بالك باللي اكتشفوا المندارين لاول مره في الجزائر؟ مندارين لا. اذا في منطقه مصرغين كان الاب كليمون مسؤول عن الزراعه في ميتم مصرغين سنه 1892
أوكي. وبرفقة الطبيب وعالم النباتات لوي شارل ترابو تحصلوا على حبات تاع مندارين وسماها لوي شارل ترابو هكذاك تقديرا للأب كليمون. عشان هيك يعني الاسم يأتي من تكريما لكليمون بير كليمون. حلو والله هذا صعب. هاد المنطقة اسمها عين الحنش بولاية سطيف وين اكتشفوا فيها آثار للإنسان كما أدوات حجارية وأدوات قطع لحوم حيث يعود عمرها إلى 2.4 مليون سنة وتعتبر هاد المنطقة الجزائرية أحد مواقع مهد البشرية. هاي الأدوات؟ نعم. أوكي في أي منطقة تقع هذه؟ عين الحنش بولاية سطيف. جميل. طبعاً بين الجزائر دولة قديمة جداً يعني كان في مدن حتى يعني في 300,000 سنة قبل الميلاد. جميل. كهف لكن لا أعرف صراحة. هذه مغارة ابن خلدون. جاية في بلدية فرندا بولاية تيارت وقعت فيها ابن خلدون بين 1375 و1379 وين كتب فيها كتابه الشهير المقدمة. المقدمة هنا؟ نعم. معلومة جديدة خالص. ابن خلدون طبعا كنت أعرف ومقدمة أيضا بس كنت أتخيل بأنه كتب هذا الكتاب بكسر مثلا أو ببيتي وليس في كهف. شكرا لك لويس ميغال على قبول الدعوة. فينا المتعرف مليح جزائر. شكرا لك صحة. شكرا جزيلا للدعوة. شكرا جزيلا للاستضافة وأتمنى لكم كل التوفيق وسعيد جدا يعني والله بمشاركة معكم في هذه المقابلة. أنا في الجزائر لمعرفة أكثر عن هذه الدولة لأنه نعتقد بأن هناك بعض سياسي وما إلى ذلك لهذا المنصب المتحدث والناطق رسمي ولكن هناك بعض ثقافي اللي هو مهم للغاية وعلينا في الاتحاد الأوروبي عموما أن نعرف أكثر عن جيراننا الأعزاء. نحن لدينا جيران في هذه المنطقة مهمين للغاية بما فيهم الجزائر دولة مهمة على مجموعة من المستويات ويعني نريد أنا شخصيا وزملائنا أيضا في الاتحاد الأوروبي أن نعرف أكثر عن تقاليد هذه الدولة الثقافة تبعها والتاريخ الدولة الجزائرية.